ومرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج إيكويتي سبوتلايت، والتي نتحدث بها عن الأسواق العالمية. على ما يبدو ستكون خريطة العالم الاقتصادية مختلفة تماما عما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية بسبب جائحة الكورونا التي تسببت بالفعل بحدوث انكماش اقتصادي كبير في العالم. إضافة إلى عام 2020 بالحقيقة شهد الكثير من الأحداث التي ربما تكون سلبية، ومنها تصاعد التوترات الأمريكية الصينية وأيضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ترقب ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع عن الأسواق العالمية وأحداث عام 2020 التي شهدها العالم، ينضم إلينا الدكتور حسني الخولي الرئيس التنفيذي لمكتب الخولي للاستشارات الاقتصادية. أهلا ومرحبا بك دكتور حسني. أهلا وسهلا. نتحدث عن عام 2020 شهد الكثير كما ذكرت في المقدمة من الأحداث، أهمها جائحة كوفيد-19 أو جائحة الكورونا التي أثرت بشكل كبير وأحدثت انكماش اقتصادي في العالم، تحولت من أزمة بفعل صحية إلى أزمة اقتصادية، يعني أزمة اقتصادية عالمية، وأيضا بالإضافة إلى عدد من الأحداث الأخرى، تصاعد التوترات الأمريكية الصينية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لدينا ترقب لماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية. دعنا نتحدث عن تأثير كل هذه الأحداث للأحداث التي شهدها عام 2020 على الأسواق المالية بشكل عام، أسواق السلع وأسواق الدين. زي ما بنقول دايما ان الكل حدث بعد اقتصادي، احنا بنعيش في عالم مأزوم، عالم مديون. مأزوم يعني ازمات اقتصاديه متتاليه ورا بعض. احنا في ازمات 2020 اللي حضرتك اتفضلتي قلتيها، وقبلها كان الازمه الماليه العالميه، وقبلها مجموعه ازمه الروبل الروسي، ازمات ماليه متلاحقه. وبالتالي الازمات دي اضيف عليها ازمات جديده ثانيه منها ازمه كوفيد-19 اللي بالفعل اغلقت، اثرت على الاقتصادات العالميه واغلقت كثير من القطاعات بالكامل. لو اتكلمنا عن قطاع السياحه فاغلقته بالكامل، قطاع الطيران اغلق بالكامل، وباقي القطاعات تاثرت بشكل جزئي. الطلب قل على النفط لان الاستهلاك قل، والعرض كان بزياده. ده كله كان ليه تاثيره على الاقتصاديات، وبعدين احنا شفنا انكماش على الاسواق الماليه، واحنا شفنا هبوط يصل ل 40% من المؤشرات على المعادن، وشفنا الذهب ارتفع لانه هو ملاذ امن، على النفط اللي لقينا سعره وصل للسعر ب 37 دولار لان ما بقاش فيه عروض. المرحلة التي بداية جائحة الكوفيد-19، نتحدث عن شهر مارس، هي التي أثرت بشكل عام على الأسواق وأيضا على الأسواق وعلى النفط قبل أن تشهد ارتفاعات. ده صحيح. الأزمات دي كلها أدت للمرحلة اللي احنا فيها، والأثر الأكبر ما كانش تغيرات الأسعار، الأثر الأكبر هو كان على معدلات البطالة اللي ارتفعت بشكل ملحوظ. يعني البطالة في أمريكا وصلت من 4.5 قفزت إلى 21% مباشرة، لأن في قطاعات بالكامل أغلقت، وبالتالي تقريبا كنا في شبه توقف للحياه الاقتصاديه. لكن مع الحزم المساعدات اللي قامت بها البنوك المركزيه اعيدت الاقتصاد مره اخرى في فتحه، لكن الى حد ما بسياسات ضخ حزم المساعدات هيكون ليها تاثيرها، هيزود من معدلات الديون، وبالتالي احنا بنعيش في عالم مأزوم. لما نضيف على أزمة كوفيد-19 ونحط كمان أزمة الديون اللي بتتعاظم، يعني بريطانيا وصلت 2 تريليون يورو و 2 تريليون جنيه استرليني، دي مشكلة الأجيال القادمة. الأزمات الحروب التجارية اللي كانت ما بين أمريكا وتقريبا بقية دول العالم وفي مقدمتها الصين، وشفناها في فرض رسوم جمركية وضريبية على الألمونيوم وعلى الحديد، وشفناها في التقنية في تعطيل التواصل مع هواوي، وشفناها في برامج
زي برنامج التيك توك. إذا الحرب كانت شاملة بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي، بالإضافة إلى الأحداث اللي حضرتك أشرت إليها، كل ده تجمع وأوصلنا لعالم مأزوم. الحلول كانت حقيقي قوية، لكن ليها تداعياتها اللي هتكون في العالم. ولحسن الحظ الحزم دي رفعت شوية من المؤشرات. النهاردة بنحقق أرقام قياسية في المؤشرات الأمريكية، في تحسن في المؤشرات الأسهم الأوروبية والأسيوية، لكن التحسن لا يقابله تحسن في الاقتصاد. وإحنا دايما بنقول إن البورصات مرآة للاقتصاد، لكن الواقع مش حقيقي. التحسن في المؤشرات ناتج عن ضخ مزيد من السيولة لحزم التمويل والمساعدات اللي عملتها الدول. على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي عمل حزم مساعدات بتصل إلى 750 مليار يورو، منها 390 مليار يورو هبات بدون رجعة، والباقي سيزيد ويفاقم من أزمة الديون. بالفعل يعني هذه الحزم دكتور حسني كان لها تأثير كبير على أسواق الأسهم. نشاهد يعني ارتفاعات مبالغ في هذه الارتفاعات، وهناك مخاوف بالفعل من حدوث فقاعة نتيجة هذه الارتفاعات الكبيرة في أسواق الأسهم التي نشاهدها. إحنا بالفعل بنعيش فقاعة، زي ما كان في 2008 فقاعة عقار، النهاردة إحنا عندنا فقاعة في الأسهم. الأسهم مقومة 2001 فقاعات الأسهم التكنولوجية أيضا. نعم. ده صحيح. يمكن يكون الأسهم التكنولوجية والتقنية ليها سببها، إن العالم تحول للعمل من المنزل والعمل عن بعد وهكذا، وبالتالي التقنيات الحديثة دي أثرت وارتفعت أسهم، ودي كانت من الشركات من القطاعات الرابحة من الأسهم من الأزمة. برضه كان في قطاعات الدواء كان من القطاعات اللي استفادت من الأزمة، كان في قطاعات تضررت زي ما قلنا، السياحة والطيران. طيب تلك القطاعات فعلا اللي استفادت من أزمة كوفيد 19 كما ذكرت، وأيضا قطاعات أخرى تضررت كما ذكرت، قطاع السياحة وقطاع الفنادق وأيضا قطاع الطيران تضرر بشكل كبير بسبب الإغلاقات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات والدول. من تأثير بذلك أثرها على الاقتصاد والأسواق إذا تحدثنا من التي فعلا استفادت؟ خلينا نقول إن قطاعات التقنية بالفعل استفادت، تقنية المعلومات استفادت، برضك استفادت القطاعات المعنية بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية استفادت. القطاعات دي كانت الحاجة الفترة نفسها، الشركات المصنعة للقاح، الشركات المصنعة للنوهاو، دي كلها تم الاستفادة من الأزمة. لكن على الجانب الآخر، صحيح هي لما استفادت من أسهمها ارتفعت والمؤشرات ارتفعت، لكن على الجانب الآخر هناك تضرر. مثلا البنوك هتشطب بعد الأزمة مباشرة، في ديون سيتم شطبها، في شركات هتتوقف تماما عن العمل، في برضك شركات استفادت منها البيع ديليفري، زي لما نقول أمازون أو علي بابا، دي استفادت لأن الناس ما بتخرجش من بيوتها، وبالتالي كان ليها تأثيراتها على الاقتصاد صحيح، لكن على الجانب الآخر كان في أضرار وارتفاع نسب البطالة وزيادة معدلات الديون. نعم بالفعل البطالة، لكن هناك شركات مثل أمازون يمكن ربما زادت عدد التوظيف ربما، لكن البطالة بالفعل يعني مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة تواجهها معظم دول العالم. وأيضا يوجد فجوة أيضا أصبح بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من حيث معدلات البطالة دكتور حسين. وده صحيح. إذن كان في جوانب إيجابية وجوانب سلبية، لكن على المجمل الاقتصاد تضرر، المعدلات الإنتاج تأثرت، يمكن بعض الخدمات زادت، وده كان ضرر بليغ ساعد على التحسين أو التقليل من مخاطره الحزم التحفيز اللي خدتها البنوك المركزية ومجموعة جي 20. نعم بالفعل، يعني نحن لا نقول أن العالم لم يتأثر بشكل كبير واقتصاديا،
وأحدث انكماش اقتصادي، لكن بعض القطاعات استفادت ربما. ده صحيح. التي استفادت من هذه الجائحة، ولكن بالمجمل هناك يعني ما زالت نتحدث عن بيانات اقتصادية، ربما تحسن في المؤشرات وليس تعافي كامل للمؤشرات الاقتصادية. بجميع المؤشرات نتحدث عن قطاع، عن معدل البطالة، عن عدد من المؤشرات التي فعلا لم تحدث تعافي اقتصادي. طيب دكتور حسني، إذا تحدثنا عن الثقة في الأسواق المالية، ذكرنا بالفعل انخفضت في بداية الأزمة أسواق الأسهم، لكن عادت وارتفعت بشكل كبير، وبالعادة أسواق الأسهم عندما ترتفع ينخفض الذهب، لكن حصل العكس وشهدنا ارتفاعات مصاحبة أو موافقة لارتفاعات أسواق الأسهم. رأينا أيضا ارتفاع لأسعار الذهب ابتداء من شهر مارس، بالتالي عم نشوف لا يوجد نظام ثابت أو نهج ثابت للأسواق العالمية يفسر تجاهل الأسواق لبعض محفزات الصعود أو عوامل الهبوط، بل أحياناً عم نشوف الأسواق تسير عكس التوقعات. ما السبب في ذلك؟ لماذا هذا النهج اختلف؟ خلينا نقول إن تعطلت في هذه الأزمة كثير من مفاهيم وثوابت الاقتصاد. لما نقول ان في ازمات جيوسياسيه، لما نقول ان مفيش طلب على الـ على الـ على المنتجات والعرض اكتر، لما نقول زياده المخزون، دي كلها مؤشرات بتقول ان الاقتصاد بيعاني من انكماش. انكماش يعني زي ما حضرتك اتفضلتي، بطاله، وبطاله ليها مشاكلها الكتيره. اصحاب رؤوس الاموال ودول قله بسيطه، زائد الصناديق السياسيه والصناديق الاستثماريه بدات توجه استثماراتها الى جانب امن. احنا في ازمه، وبالتالي لازم يتحرك سعر الذهب. احنا الذهب تحرك من 1450 ووصل للقمه اللي حققها قبل كده في عام 2011 اللي هي كانت 1920، ثم تجاوزها وصولا ل 2077. مجرد ان يبقى في حاجتين، تحسن في الاقتصاد ملموس، ولقينا تحسن في مستويات البطالة، بدأ الذهب ينخفض مرة أخرى. إلا مع انخفاضه هناك تأثير ثاني، في موجة ثانية من أزمة كورونا بتضرب العالم، لكن تأثيراتها بدون شك هتكون أقل، لأن احنا أمام أمصال تم تصنيعها، جاري تصنيعها من أكثر من دولة. صحيح لغاية النهاردة ما فيش حاجة خرجت للأسواق بالشكل التجاري، لكن دي طمأنة العالم اقتصاديا، وبالتالي شاهدنا هذا الانفتاح اللي حضرتك بتقولي عليه. انفتاح اقتصادي يعني هنبتدي نعمل فرص عمل، يعني هنبتدي نطلب وظيفة تاني، وبالتالي تدور الحياة العجلة الاقتصادية مرة أخرى ويرجع العالم. بس إلى متى؟ قول مع اللقاحات الجديدة والانفتاح الاقتصادي عم رح نرجع نشوف ونشاهد، عم نشوف عم نلمس أيضا انخفاض في أسعار الذهب، لكن مع هذا التحفيز ما زال النقدي اللي تقوم به الحكومات والبنوك المركزية، يعني ما زال هناك أمال بأن يرتفع أسعار الذهب، ولا زال أيضا نقول أن أسواق الأسهم ما زالت مرتفعة وإلى الآن يعني عم ترتفع إلى مستويات ربما تكون الأسعار تضخمية. ارتفاع الأسهم بالمناسبة يمكن كلام هيكون غريب على السادة اللي يسمعوا الكلام ده، ارتفاع الأسهم ما كانش ناتج عن تداول حقيقي، كان ناتج عن دخول البنوك المركزية والبنوك والصناديق الاستثمارية في ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد بشكل أو بآخر حتى تستمر الأسواق المالية ولا يتضرر. لكن على الجانب الآخر هناك ديون، هناك بنوك ضخت واحتمال الخسارة وارد، هناك عملاء خرجوا من الأسواق واحتمال شطب ديونهم. يعني تداعيات الأزمة لم تتضح بعد، لكن احنا حتى لو خرجنا من الأزمة احنا أمام مشاكل فلوس ودولارات تم ضخها في الأسواق، وكيفية إعادتها من مستهلك خسر هتكون في دي أمور صعبة جدا أستاذة لينا. طيب نتحدث الآن حديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا، لم يعني حديث عن لقاح ولكن لم يثبت مدى الأمان من هذا اللقاح، يعني في هناك ربما احتمال لموجة ثانية من فيروس كورونا. ما المتوقع؟ كيف ستصير الأسواق المالية وأسواق السلع؟ احنا النهارده بنتكلم في قرابة 23 مليون نسمة، والأرقام بتمشي بشكل كبير،
يعني احنا بنقول ان الفيروس موجود، لكن حاليا لو احنا نزلنا الشوارع والاسواق والمصانع والمتاجر، الناس شغالين ببطاقه اقل، وبالتالي ده تاثير. الناس بقى عندها خبره احسن، الناس عندها امل في بكره في اللقاح، وبالتالي احنا شايفين الاقتصاد بينفتح. حتى لو كان في موجه ثانيه من كوفيد 19 هيكون الاثار والتداعيات بكل تاكيد اقل، لان بقى في تجارب طبيه ناجحه وتعرف كيف يتم احاطه الفيروس، بقى في لقاح يقلل من المخاطر، بقى في دواعي وعي زياده وعي عند المواطن للكمامه والكلافز والتباعد. اعتقد ان الاقتصاد لن يتم اغلاقه مره اخرى مثلما اغلق في 18 مارس الماضي. يعني مع هذا بدايه الانفتاح الاقتصادي، ولكن التعافي ربما يحتاج مده طويله واشهر دكتور حسين. ده صحيح. طيب دكتور حسني، دائما نتحدث عن التضخم قليلا، مؤشر سعر المستهلك ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية في أغلب أو الدول العظمى في العالم خلال شهر يونيو ويوليو بشكل سريع، بالتالي وإذا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ب 0.1 إلى 1% خلال شهرين. هل برأيك هل بداية يعني أزمة جديدة تذكرنا بأعوام 2006 و2007، وخصوصا البنوك المركزية الآن لن تكون قادرة على مواجهة التضخم اللي عم نشوفه عم يرتفع بفعل انه الاقتصاد ما زال يحتاج المزيد من التحفيز، لن ينتهي هذا التحفيز، يحتاج الكثير من المحفزات الاقتصادية لدعم الاقتصاد العالمي بشكل عام. خلينا نقول ان في تضخم حميد، يعني العالم كان بيلهس ويحاول الوصول لنسبه 2% تضخم. نسبه 2% تضخم دي اللي لسه ما وصلناهاش لغايه النهارده بتقول معناها نعم تاني استاذ 2%. انا ده صحيح، احنا كنا العالم كله سيبيكي من بعض دولنا العربيه اللي التضخم فيها بيوصل الى 30%، وبعض الدول بيوصل ل 500% وهكذا في امريكا الجنوبيه، لكن احنا بنتكلم على العالم الاقتصادي، اوروبا وامريكا والاسواق الاسيويه بيهدفوا الى وصول معدل تضخم حميد بين قوسين 2%. احنا لسه ما وصلناش لأوروبا للرقم ده حقيقي، والأمريكا برضك بالتحديد ما وصلناش ل 2%، لكن مع ارتفاع التضخم لازم البنوك المركزية بتقوم بسياسات مالية ونقدية كتير. أعتقد أن البنوك المركزية ما بقاش عندها أدوات تاني. إحنا النهاردة بنتكلم في سعر فايدة يقترب من الصفر، كان بعض الدول بتقول سعر فايدة بالسالب، يعني أنا أحط ال 100 دولار أخدهم 99 آخر السنة سعر فايدة بالسالب. النهاردة دي مشكلة كبيرة لازم العالم يواجهها اقتصاديا، أن السياسات النقدية والمالية أصبحت غير فعالة، ويجب أن تصحح بسياسات اقتصادية، والسياسات الاقتصادية دي محتاجة تنازل وتعاون مع كل الدول. يعني لما يبقى في حرب اقتصادية لا نوقفها، لما يبقى في حرب عملات لا نوقفها. الاقتصاد الطبيعي بيمشي بالمقولة للسيفير، اتركه يمر اتركه يعمل. احنا النهاردة بنحط حواجز جمركية وده بيقلل، لازم العالم يفكر برشد اقتصادي، والأنانية بتاعت بعض الدول لازم تتوقف، ويفتحوا الاقتصاديات ويأجلوا المشاكل السياسية والاقتصادية تعالج بعد الأزمة. هل ده بيكون كان في محور حضرتك اتكلمتي فيه بخصوص الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها. المواطن الأمريكي يعني حاجة واحدة بس هي وظيفته. بالمناسبة العالم الأمريكي عالم مقفول مش زي ما احنا بنصوره. المواطن أو الناخب الأمريكي يعنيه أن الرئيس اللي يجي هيوفر لي فرصة عمل صحيحة وبراتب كويس ما يأثرش على حياتي الاقتصادية، ده اللي بيعني الناخب الأمريكي. النهاردة المارسون زي ما تفضلتي الانتخابات الأمريكية بدأ بمجرد أن الحزب الديمقراطي رشح بايدن والجمهوري قال استمرارية الرئيس ترامب. لو احنا نقارن الاثنين
احنا في استقصاءات واحصاءات بتقول ان 48% من الناخب الامريكي بيفضل حاليا النهارده بيفضل الرئيس ترامب لسبب بسيط، هو تاجر اساسا قبل ما يقول ما يكون رئيس جمهوريه، هو فتح فرص العمل، هو قلل البطاله بسرعه من مارس لغايه النهارده من 20% الى 11%، وده نجاح. اعتقد التاثيرات بتاع الناخب الامريكي هتكون اقتصاديه، القرار هيكون اقتصادي وليس اجتماعي او سياسي. صحيح في مشاكل اقتصاديه ما بين امريكا وبعض الدول الثانيه، لكن المواطن لا يعنيه مثل هذه الامور في امريكا، يمكن بتعنينا احنا في الوطن العربي بنتدخل في السياسه، لكن المواطن والناخب الامريكي يعنيه الدولار اللي بيدخل في جيبه او البطاله اللي بتتحسن. هم المؤشرين دولك افضل مؤشرين عند الناخب الامريكي وعند امريكا داخليا. طيب ما تاثير لو فاز ترامب على الاسواق وبالعكس لو فاز بايدن على الاسواق؟ زي ما قلنا الرئيس ترامب هو تاجر قبل ما يكون رئيس، وبيفكر بعقليه اقتصاديه، والحروب اللي بياخدها حاليا مع الصين ومعظم دول العالم، هو حط قاعده امريكا اولا، أمريكا رقم واحد، وبالتالي إحنا ممكن نعطل اقتصادات العالم مقابل إن الاقتصاد الأمريكي يسود وينمو. لا، حقيقة هي نظرة أحادية الجانب، العالم فيه دول تانية غير أمريكا، وبالتالي لازم تتحسب أخلاقيات الاقتصاد. ده لو فاز الرئيس الأمريكي، أنا متخيل إن هيكون لي أثر الإيجابي على أمريكا، سينمو الاقتصاد الأمريكي بشكل كويس، لكن الاقتصاد العالمي هيكون له تأثيراته السلبية بدون شك، لأن سنشهد مزيدا من الحروب الاقتصادية، سنشهد مزيدا من حروب العملات، سنشهد مزيدا من الحواجز والسدود الجمركية اللي هتتحط، وبالتالي الأضرار على العالم الخارجي بره أمريكا هيكون أضرار سلبية، على العكس تماما من الجمهوريين بيدروها بشكل فيه نظرة اجتماعية بعض الشيء، ويميلوا إلى الاشتراكية. هم رأسماليين، لكن رأسمالية فيها شيء من الإنسانية، فيها شيء من الإنسانية، ده الديمقراطيين. لكن الناخب الأمريكي هو اللي بيختار الناخب. ارتفاع لأسواق الأسهم لو فاز بايدن سيكون هناك ضغط على أسواق الأسهم بدون شك. طيب نتحدث مع عود قليلا دكتور حسني بما عن التضخم، خاصة هناك اجتماع يعني غدا الفدرالي الامريكي. التضخم، مستوى التضخم نحن بنعرف فوق 2 يعني ارتفاع اي في التضخم او فوق 2% راح يهدد القدره الشرائيه للمستهلكين. صحيح. يعني برايك لاي مدى التضخم سوف يعني يضغط على الدولار؟ خلينا نقول ان التضخم بيعالج بسياسه نقديه بتتمثل في سعر الفايده. النهارده المفروض عشان يعالج التضخم يعني معناه في فلوس اكتر في الاسواق بتطارد سلع اقل، فحاجه من الاثنين، لا اما نقلل الفلوس اللي مع الناس وبالتالي احنا مطلوب ان احنا نرفع سعر الفايده فيحطوها في استثمارات، ودي خلاص البنوك المركزيه او بالتحديد الفيدرالي ما اعتقدش بقى عنده الرفاهيه ديت، واعتقد ان في جلسه الفيدرالي القادمه سيتم تثبيت سعر الفايده على ما هو عليه. ده من ناحيه. الحاجه الثانيه انا سوف تكون قريبه من الصفر بالفعل، هذا الحديث ده صحيح. مستويات التضخم ان تكون تكون ان يستهدف مستويات التضخم بالنسبه ان يكون هناك ارتفاع للمستويات المستهدفة للتضخم، هذا ما يحاول فعله الفدرالي الأمريكي ليقول أن الاقتصاد في تحسن في تعافي. نعم ده صحيح. على الجانب الآخر يبقى احنا كده عالجنا موضوع الفلوس الكتيرة اللي بتطارد سلع أقل، يبقى مطلوب إنتاج مزيد من السلع والخدمات بأسعار أقل بعض الشيء، ودي محتاجة مش قرار فيدرالي أو لا، محتاجة سياسات اقتصادية. يعني نقول إن احنا هنخفض الضرائب عشان الناس تروح تعمل مشروعات، احنا هنقول إن احنا هنعمل إعفاءات جمركية، يعني قرارات اقتصادية وليست قرارات نقدية. طيب يعني إذا تحدثنا عن التضارب بآراء المحللين والمتابعين لأسواق المالية وأسواق البضائع،
وضح إلى ماذا يسند كل فريق، وهل هناك فعلا مخاوف من انهيار جديد في الأسواق العالمية؟ خلينا نقول المحللين والخبراء الاقتصاديين وخبراء الأسهم بيشتغلوا على إيه؟ بيشتغلوا على تحليل فني وتحليل مالي وتحليل خبري. التحليل الفني ده بيحتاج فترة تاريخية كبيرة يقيس عليها، وده اتضرب. احنا الأرقام التاريخية اتكسرت، اتضربت من أول مارس، ما بقاش في قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها التحليل الفني، وبالتالي هي اجتهادات من خلال أخبار بيتم الاستماع إليها بشكل يومي. ده من ناحية. من ناحية تانية، اوعي تتخيلي يا أستاذة لينا أن عملية التداول الموجودة حاليا هي التداول الحقيقي. اللي بيتداول مش الأستاذة لينا ومش حسن الخولي في الأسواق المالية، اللي بيتداول صناديق سيادية كبيرة من خلال خوارزميات ومعادلات رياضية. اللي بيدخل بيشتري وبيبيع جهاز كمبيوتر مش بشر، بيقول إذا كان كذا روح اعمل كذا، وده بنسبة تفوق 90% في دول راقية زي أمريكا وبدون الرجوع إلى تواريخ. وبالتالي اللي بيقول إن الاقتصاديات ماشية للتحسن أو عكسه، هو بيعتمد على قراءات وأخبار بتنشر، لكن بدون النظر إلى تاريخ الاقتصاد المأزوم المديون. أدي سبب الاختلاف. لكن إحنا هنروح لفقاعة أسهم هي موجودة، لكن هتعمل زي 2008 وتنزل الأسهم بأرقام كبيرة، أنا لا أعتقد بعد حزمة التحفيز الكبيرة وبعد كمية الدولارات اللي تم طبعتها لضخها في شريط الاقتصاد الأمريكي ودول العالم، وبعد جهود دول مجموعة العشرين الكبار، أعتقد إن إحنا مش هنوصل لأزمة في الأوراق المالية بالشكل الكبير. لكن في شركات بدون شك خرجت، وفي شركات أخرى ارتفعت، منها احنا بنسمع ان أبل أرقامها بقت بتساوي 2 تريليون، بنسمع عن شركات الميكروسوفت وهكذا. على الجانب الآخر في قطاعات تضررت. طيب ننتقل دكتور حسين على أسعار النفط. كما ذكرت في بداية الحلقة وصلت إلى الماينس، لكن الآن هناك ارتفاعات فوق $40 لأسعار النفط. هل أسعار النفط برأيك عادل للمنتج والمستهلك في هذا الوقت؟ قبل ما نقول عادل للمنتج والمستهلك، خلينا نقول احنا النهاردة في منتصف مارس مش لازم نقول احنا وصلنا تحت الصفر، احنا كنا دون العشرين، احنا النهاردة قرابة 46. احنا بنتكلم في زيادة في الأسعار من مارس لغاية النهاردة أكتر من 100%. يعني إذن بقى في طلب على النفط، حركه من $20 أو ما دونها إلى 46، وإحنا رايحين بالفعل إلى 50. مصنع العالم بيتمثل في الصين والهند واليابان وأستراليا. الجانب الشرقي من العالم هو اللي بيصنع، اللي بيستهلك، وإحنا شايفين معدلات الاستهلاك والطلب على النفط في الشرق، النص الشرقي من العالم بدأ يزيد. عشان كده ارتفعنا من $20 إلى النهاردة فوق $45، وبالتالي في طلب بيزيد. لكن هل هو عادل أم لا؟ بدون شك المنتج عايزه بسعر الذهب النفط، والمستهلك عاوزه بسعر المية. لكن الأسعار الحالية هي أفضل هناك. وعاوز أقول كلمة، لولا أوبك بلس إحنا كنا أمام النفط الرخيص، كان استمرت أسعار $20 فمدون، وما كنا شفنا الثلاثين ولا الأربعين. لعب أوبك بلس دورا مهما وكبيرا في أسعار النفط وعلى الأسعار الحالية للنفط. ده صحيح. والأجمل من قرارات أوبك بلس نسبة الالتزام بحصص الخفض اللي تمت، تقريبا إحنا بنتكلم في 98.5%. 1.5% دولك راجعين لعدم التزام دولتين اتنين بس، اللي هم العراق ونيجيريا لظروف خاصة بيهم. لكن التزام بالمناسبة هو ما فيش إلزام فردي، هو إلزام طوعي أو أخلاقي، بيقولوا إحنا هنخفض، البعض يخفض أو لا. إحنا كان نسب الالتزام بنقول كويسة جدا لو وصلت ل70% مما تم الاتفاق عليه. النهاردة تم الالتزام بأكثر من 98.5%، 99%. طيب ما هو الموقف الحالي برأيك لشركات استخراج النفط والنفط الصخري؟
تضررت تضرر بليغ وتأثيرها، لأن تكلفة الاستخراج أكبر من الأسعار اللي احنا شاهدناها دون ال20، والناي ميكس اللي هو ما كانش عليه الطلب اللي كان بالسالب هو معظمه جاي من النفط الصخري في أمريكا، نفط الغرب معظمه بيطلع خام القياس ناي ميكس اللي هو سعره قليل. في مشاكل عند الشركات دي بتتمثل إن هي كانت بتنتج بقروض من بنوك، البنوك دي بدأت تطالبها، وبالتالي أغلقت معظم منصات استخراج النفط الصخري، سرحت العمالة بتاعتها، كان تضررت ضرر بليغ النفط الصخري، كان أكثر الخاسرين. لو اتحرك فوق ال 45 واستمر إلى فترة تانية سيعاود الإنتاج مرة أخرى، لو قبله بقى في زيادة في المعروض، لو قبله طلب هتستمر الأسعار، لكن لو الطلب توقف عند هذا الكم أعتقد أن أوبك بلس ستذهب مرة أخرى لتخفيض الكميات، وبالتالي ستنخفض الأسعار. إذا بكرة ده مرهون بحاجتين، أن هل يتم الالتزام من أوبك زائد دول خارج أوبك، ده رقم واحد، هل الأسعار هتستمر وهتدخل شركات النفط الصخري ومزيد من الإنتاج. يبقى إذا في هذه الحالة لازم ما تبقاش أوبك زائد بعض الدول، لازم يندمج معها ممثلين عن منتجي النفط الصخري. دكتور حسني، بالفعل كل ما تطرقنا إليه من الأحداث التي ذكرتها وتأثيرها على الأسواق، ماذا عن اقتصادنا العربي؟ ما تأثير كل ما تطرقنا إليه على الاقتصاد العربي وأيضا الأسواق المالية العربية؟ خلينا نقول إحنا لو قسمنا العالم بتاعنا، النص الشرقي بيتمثل في الدول الخليجية اللي بتعتمد على النفط، والنفط أسعاره تأثرت وبالتالي ستتأثر الموازنات بتاعتها. النصف الغربي، المغرب وتونس والجزائر ومصر، ولو دخلنا معهم الأردن، بيعتمدوا على السياحة، والسياحة تضررت. إذا منتجي النفط تضرروا والمعتمدين على السياحة بدأت تعود إلى الحياة تدب مرة أخرى، الوطن العربي تضرروا، لكن القادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. نعم دكتور حسني، بالفعل يعني عام 2020 بالفعل هناك أحداث كثيرة، ومن أهمها هي أزمة كوفيد-19 أو جائحة الكورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات دول العالم وعلى المؤشرات الاقتصادية بشكل خاص، وأيضا هناك ترقب للانتخابات الرئاسية الأمريكية لنرى كيف ستتأثر كل هذه الأسواق من تأثير هذه الانتخابات. الدكتور حسني الخولي، أشكرك جزيل الشكر، الرئيس التنفيذي لمكتب الخولي للاستشارات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. عفوا، شكرا للاستضافة. مشاهدينا نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام برنامج إيكويتي سبوتلايت، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.